السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سوف أطرح عليك أسئلة حول ألقاب الأنبياء. سأعطيك اللقب وتعطيني النبي الذي لقب به، لذلك تابعونا في هذا الفيديو ولا تنسوا الاشتراك في القناة بالضغط على زر الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو مع تفعيل جرس التنبيهات لتصلكم تنبيهات بمقاطعنا الجديدة. كما لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب إن نال الفيديو إعجابكم، وإن أردتم أن يشاهده الكثير من الناس شاركوا الفيديو مع أصدقائكم. كان معكم سعيد الجمالي من وراء الميكروفون على قناتكم سعيد شو. ابقوا معنا. أنبياء وألقاب. من هو النبي الذي لقب بخاتم الأنبياء والمرسلين؟ إليكم 5 ثوان للتفكير. الجواب محمد صلى الله عليه وسلم. من هو النبي الذي لقب بأبو البشر؟ الجواب آدم عليه السلام. من هو النبي الذي لقب بأبو الأنبياء؟ الجواب إبراهيم عليه السلام. من هو النبي الذي لقب بخطيب الأنبياء؟ الجواب شعيب عليه السلام. من هو النبي الذي لقب بشيخ المرسلين؟ الجواب نوح عليه السلام. من هو النبي الذي لقب بذو النون؟ الجواب يونس عليه السلام. من هو النبي الذي لقب بروح الله وكلمة الله؟ الجواب عيسى عليه السلام. من هو النبي الذي لقب بكليم الله؟ الجواب موسى عليه السلام. من هو النبي الذي لقب بالصادق الأمين؟ الجواب محمد صلى الله عليه وسلم. من هو النبي الذي لقب بأبو العرب؟ الجواب إسماعيل عليه السلام. من هو النبي الذي لقب بصاحب الحوت؟ الجواب يونس عليه السلام. من هو النبي الذي لقب بخليل الله؟ الجواب إبراهيم عليه السلام. نشكركم على مشاهدة هذا الفيديو، لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم على الفيسبوك، تويتر، إنستغرام وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي لكي تعم الفائدة والداعي إلى الخير كفاعله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.